عارف يا أستاذ المثل اللي يقولك تيجي تصيد وصيده؟ المكان خلاص هيقفل، خلينا نتحرك من هنا. اوكي ليتس جو كم اون. لو قلت يا مسهل يبقى في امل، وامل كتير قوي. عودة لحضراتكم مرة أخرى وفقرة فنية مع الفنانة غادة إبراهيم. غادة إبراهيم لها أعمال كتيرة جدا، اخترقت كل المجالات، مسرح، سينما، تلفزيون، إذاعة، وقدمت حتى أعمال للأطفال وبعض المسرحيات ليهم. حصلت على العديد من الجوائز، بعضها من مهرجان الإسكندرية، بعضها من مؤسسات خيرية نتيجة لنشاطها الاجتماعي، والعديد من الجوائز الأخرى. ضيفتنا لسه واصلة من تونس حالا، كانت بتشارك في تأسيس مدينة إنتاج إعلامي بتونس. هنعرف أكتر عنها وعن النشاط المتوقع منها فنيا واجتماعيا خلال الفترة القادمة. أهلا بيكي ويسعد صباحك غادة. إزيك يا نهلة، صباح الخير. إزيك يا هازم، صباح الفل. صباح النور عليك يا ما شاء الله، المعلومات غزيرة، مذاكرين منك بقى علشان نعرف نسألك. لا ما شاء الله، طول عمركم منورانا يا غادة ويسعد صباحك. قبل ما أقولك أو نتكلم معاكي في شوية الأخبار الفنية والأعمال الجديدة والكلام ده كله، عايز يعني أعرف رحلتك في تونس، عايزة تقولي عنها إيه؟ انا لسه واصله، عايزه اقول لك يعني انا ما نمتش بسببكم، بس مش مشكله. حتى صوتي باين متغير شويه. لقيت درجه الحراره 12 هناك، بالنهار 15 وبالليل 12. ايوه، فعملنا لان هم جنب ايطاليا، فالطقس قريب لاوروبي شويه. اوروبي طقس ايطالي. بس عايزه اقول لك دي اول مره في حياتي اروح تونس، والدعوه كانت من الدكتور زياد خضر مدير تونس ميديا سيتي. دي تعتبر ميديا سيتي جديده في تونس. تونسي، ودي اول مره يعملوا حاجه كده في تونس. بجد انا عايزه اقول لك انا مش اول مره اشوف في حياتي تونس، بس مش عايزه اقول لك الجمال والخضار والنظافه والشوارع لا بجد بلد جميله. يعني انا عشان اسكندرانيه كمان، فانا اي بلاد ساحليه ببقى تحس ان في متنفس. فكنا وفد فنانين، كان معانا الجميله سمية الخشاب، وكان معانا مدام عفاف شعيب. كنا بنكرم اسم الراحل اسماعيل عبد الحافظ، وجي ابنه محمد عبد الحافظ اخذ تكريمه وهو اتكرم، واسم الراحل اسامه انور عكاشه. وكان معانا فنانين جمال، وكان معانا دكتور ابراهيم ابو ذكري، ومجموعه حلوه قوي. والنجم الجميل ايهاب توفيق وغنى على الهواء اغنيه جميله قوي بجد. يعني لكن مدينه تونس اللي هي المدينه الفنيه ومدينه الانتاج الاعلامي في تونس، ايه ملاحظاتك عليها؟ بص طبعا يعني ما فيش مقارنه بين مدينتنا الجميله مدينه الانتاج الاعلامي. بص هو بيحاولوا في كل البلاد العربيه يقلدوا او يعملوا المصري. نموذج حتى مصغر منها. احنا عندنا بجد احلى مدينه انتاج اعلامي، من الكم، من الكيف، من المساحه، من الطراز المعماري اللي موجود. عندنا حي اسكندريه، القصور اللي موجوده، الريفي. لا عندنا بجد حاجات يعني مهما تتعمل في اي حته يعني ما فيش. بس كتر خيرهم الناس بتحاول تعمل، لان عايزين يعملوا شغل طبعا. وعايزين يعملوا تبادل ثقافي فني بين مصر وتونس. ده المهم، لان لما بيغيب دور السياسه او دورنا على مستوى العلاقات السياسيه بيحصل توترات زي اللي حصل دلوقتي. احيانا الفن بيكون هو اللي بيقرب اوجه النظر، فعايزين نعرف برضو دور الفن في تقريب وجهه النظر وفي ان احنا نعيد علاقاتنا الثقافيه بتونس والدول العربيه دكتور اللي كان معانا. نسيت معلش مدام اثار الحكيم الجميله على راس الوفد. انا معلش جايه مش نايمه فناسيه ناس كتير، بس كان معانا وفد جميل قوي. انا بقول لك دكتور زياد خضر، يعني الندوه اللي كانت اول ما وصلنا، ده اللي اتكلم فيه، ان هو هيبقى فيه الفترة اللي جاية تبادل فني وثقافي بين مصر وتونس زي ما كان في الخمسينات والستينات والسبعينات. يعني ده مش جديد علينا. يعني انا فتحت عيوني من وانا صغيرة على عليا التونسية بتقول بتغني لمصر. بتغني لمصر، ما تقولش ايه اديتنا مصر، قول هندي ايه لمصر. انا كنت بسمعها وانا طفلة لعليا التونسية، عمري ما عرفت ان دي تونسية. سمعت ان في مطربة عظيمة اسمها عليا بتغني اغنية لمصر. لا يعني عايز اقول لك على مدار جيل من الخمسينات حتى الان، يمكن ما قبل ذلك كمان، التوانسة ومصر ما شاء الله. طب يعني ده الفن يا غادة، لكن والفن طبعا هو وسيلة تقارب، ما فيش كلام طبعا.
لكن السياسة أخبارها إيه؟ وإحنا يعني متابعينك من أول 25 يناير وآرائك. أنا طقشت معك مرة في الحلقة دي في 2012 وقلت قلت لي ما تتكلميش في السياسة، قلت لك لا هتكلم في السياسة وهقول رأيي زي ما أنا عايزة واللي مش عاجبه ما يستضيفنيش. فاكر؟ وأنت زعلت مني. لا ما زعلتش مني، قلت لك مش هدخل البرنامج ده تاني. لو حد هيحجب رأيي ولا هيقول لي لا ما تقوليش. طيب بس أديكي جيتي تاني أهو. هاجب بس حد يقول لي لا ما تقوليش. لا وإحنا كنا قلنا لك قبل كده لا ساعتها يمكن السياسة بتاعت القناة أو مثلا سياسة المبنى. لا هو ما كانش كده، هو يعني عموما احنا الحمد لله مع أي بس أنا أنتي أي حاجة تدور البلد دي. أنا عاشقة لتراب البلد دي. مصرية للنخاع. عندي جذور مغربية وعندي جذور تركية. بس أنا مصرية، باسبوري مصري. هعيش في البلد دي، هموت في البلد دي، هدفن في البلد دي. ربنا يديك. فأنا أي حد يجي جنب البلد دي ممكن ارتكب جريمة. طب لا قولي لي إيه اللي ممكن تعمليه للبلد دي بقى اليومين دول، لأن البلد دي محتاج مجهود كل واحد فيها. أنا بس ما سألناش السؤال. طيب قولي يا حبيبي اتفضل. السؤال اللي كنا عايزين نقول. لا 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 مش مش هنطقش تاني مع بعض. لا ما أنا مستنياك. لا 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 يعني هو عدالك. السؤال ده احنا اصحابي يا غدا. ماشي يعني السؤال انت ارائك السياسيه كانت رصدينها معاكي من اول ثوره 25 يناير لدلوقتي. الفن قلنا بيقرب، لكن حاليا دلوقتي سياسيا ربما في يعني اختلافات ما بين اتجاهات السياسه في مصر وتونس. بص إيه؟ يعني انا عايز اقول لك رصدتيها ازاي التوجه السائد يعني اللي على مستوى السياسه على مستوى الناس بقى. بص التوجه السائد في السوق في تونس رغم ان انا اول مره اروح، بس انا متابعه تونس من قبل ما اروح. توجه مش بتاعنا. توجه أي. اخواني اي بس ما زال في اقول مثلا تلت. وعلى فكره في انتخابات قريبه عندهم، وان شاء الله يعني ان شاء الله هيبقى عندهم طفره. لاني انا لفيت في البلد وقابلت ناس من جامعه الدول العربيه، اصحابي ما لهمش دعوه يعني انا كنت جايه تبع التونس ميديا سيتي، بس انا نزلت قابلت ناس صحابي من جامعه الدول العربيه والسفير المصري والقنصل المصري، فانا قعدت الف عشان اشوف ايه التوجهات عندي. أيه. كده الترمومتر بقيس بيه. طب ما عشان كده انا بسال يعني. فبقول لك هم هيحصل قريب قوي، وافتكر الكلام ده، والغداء قعدت معانا هنا في البرنامج وقالت الكلام ده قريب قوي، شهور هيحصل عندهم طفره غير عاديه. انتفاضه. هترجع تونس زي 2010. احنا مع ان كل بلد يقرر طبعا رايه بحريه ويقرر اللي عاوز يعني يحكموه بحريه، واحنا كده ولا كده احنا مع الشعب التونسي. بس انا عايز اقول لك احنا يعني. لما رحنا لتونس ميديا سيتي بعدنا تماما عن السياسه وقلنا مش عايزين نخلط الفن بالسياسه ونقول ان ده ممكن ياثر علينا. لا، اذا كان السياسه هتاثر علينا كعلاقات تبادل ثقافي وفني فخلينا نفصل نعمل تبادل ثقافي فني لغايه ما السياسه تستقر. لا المصريين والتونسيين كشعبين مفيش شك ان يعني انا عايز اقول لك بيعشقونا. واحنا كمان الحاله الوحيده جداً. الحاله الوحيده اللي بيبقوا ضدنا او بيبقوا كده عاملين كده في الكوره. ايوه زي الجزائريين والله العظيم. حتى انا مسكت واحد جزائري تونسي هناك قلت له فاكر ايام الترجي لما كان بيلعب؟ قال لي انت فاكره الماتش ده؟ جبت له السيره. بس جبت له السيره. قال لي لا احنا غلبناكم. قلت له تاني التعصب يعني لا هم الكوره بس عايزه اقول لك بجد بيعشقونا بجد. بيعشقونا غدا. الناس هتزعل لو احنا ما سالناكيش عن الاعمال اللي انت هتقومي بيها، يعني السؤال التقليدي اكيد يعني كل الناس بتساله لك. بس كل الناس بتنتظر. قبل تونس مباشره انا كنت في محافظه البحر الاحمر في الغردقه، وكانت دعوه كريمه من وزاره الداخليه لاول مره باشراف طبعا اللواء محمد ابراهيم وزير الداخليه. اقام محافظ البحر الاحمر اللواء احمد عبد الله مع مدير امن البحر الاحمر اللواء حمدي الجزار احتفاليه لليتيم. انت عارفه شهر ابريل كله للايتام، يعني بيبقى احتفاليه من يوم واحد لغايه اخر الشهر. لاول مره تعمل وزاره الداخليه احتفاليه كامله، استجابوا فنانين من مصر واوتيلات يومين كامل باحتفاليه جميله بتكريمات. مش عايزه اقول لك انا اتبسطت قد ايه مع الناس اللي كانت مسؤوله والاعداد والمقدم وليد مجدي والعلاقات العامه. لا بجد احنا اولا انا عشقت اليومين اللي انا رحت فيهم الغداء، يعني يومين والتالت رجعنا،
وعملنا حاجة جميلة جدا، ما كانتش مؤسسة واحدة أيتام، كانت مثلا 10 مؤسسات وذوي احتياجات خاصة، ووزعوا لبس ووزعوا فلوس ووزعوا، لا مش عايز أقولك، عمل وزارة الداخلية لأول مرة بتعمل ده النشاط ده، وهيبقى خلاص هيبقى سنوي يعني، عارفة هيتعمل على طول. فمش عايز أقولك قد إيه السعادة اللي أنا لقيتها هناك، يعني سعادة ما بقى، والمواهب اللي طلعت من الأيتام، مواهب مش عايز أقول أيتام، هم أخواتنا بجد، أخواتنا اللي احنا بنحبهم، وإن شاء الله يا رب يبقى ده طول السنة مش شهر إبريل بس. كم مواهب طلعت وأصوات جميلة وشعر وناس جميلة يتشرح قلبك ليها. فبجد أنا طالعة على تونس منشرحة كده بجد، أو مبسوطة بجد إني لا البلد حاسة كده فيها، عارفة أنا من أول 2014 حسيت بمتنفس، يعني إذا كان من 2011 ل 2013 كنت حاسة بغصة أنا حسيت بمتنفس، وحاسة أن أنا بمر أنا والمصريين من عنق الزجاجة في 2014. يا رب خير إن شاء الله. أنا حاسة، عارفة لما تحسي بأمل، حاسة بأمل غير عادي. بس الأمل ده لازم يصحبه بقى عمل، يعني المهم إن يعني الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فالمهم إن كل واحد فينا برضو يتغير مع الأمل اللي عندنا ده عشان نقدر نوصل. الناس حبيبتي، الناس الإفكت الفعالة عندها حواليها ناس طول الوقت بيعملوا لهم كده، بيمسكوهم كده وبيحبطوهم، وطول الوقت من كتر الاعمال البشعه ما بتقدريش تلحقي يعني تتشالي من الحزن، تلاقي نفسك دخلتي في حزن تاني، في حزن من حزن لحزن يعني. بس بجد حابه عبركم بجد اهني سياده المشير السيسي بالمصالحه اللي عملها بين سياده المستشار مرتضى منصور وشوبير. يعني انا جيت من المطار وبقرا على النت، مش عايزه اقول لكم اتبسطت قد ايه، حاجه جميله كده، تحس ان في يعني داخلين على حاجه مش عايزين فيها مشاكل، داخلين على ايام حلوه. فبجد المصالحه دي عجباني قوي، يعني ممكن تقول حدث السنه. عقبال ما يحصل مصالحه بين كل طوائف الشعب يا رب، يا مصر رب كده يا رب نعيش كلنا في امان. لا والله سياده المستشار مرتضى منصور وكابتن شوبير الاثنين اطيب من بعض، بس الناس الوحشه تطلع، المنافسين يطلعوا، الاثنين اطيب من بعض بجد. ربنا يهدي يا رب. مش هتقولي لنا بقى اعمالك اللي جايه؟ انا ان شاء الله داخله اصور بعد ايام يعني، المفروض مع سامح عبد العزيز، هو بيصور دلوقتي فيفا قطاطا بتاع محمد سعد، ده رمضان، ده مسلسل، ده مستوحى من شخصيه قطاطا بتاعت الفيلم. هي قطاطا موجوده خالته، والليمبي كمان، يعني قطاطا بتحكي للليمبي حكايات، في حكايات احنا بنطلع فيها، فعصور عصور وحكايات، فحاجه دمها فاني، لان احنا بجد محتاجين بسمه بقى في الايام اللي جايه. بس يعني ايه الجديد فيها يعني؟ سواء لا الموضوع جديد، كاتبه سامح سر الختم. يعني انت لما قريتي ايه اللي لمستيه جديد، من غير طبعا ما نقول ان احنا بنحرق المسلسل، لكن علشان قبل ما يتقال يعني ده احنا بنرجع الشخصيات، لان خلينا نقول ان مسألة ترجيع الشخصيات دي او الاستدعاء الشخصيات من الماضي دي، بص خلينا نقول يعني انا عايز اقول لك حاجة. انا مع احترامي لكل الفنانين وكل الكاركترز، الراحل العظيم اسماعيل ياسين ما خرجش من شخصية بقه واسماعيل ياسين وما خرجش منها على مدار افلامه كلها. أيوه. تاريخ، ده تاريخ. والاسري هكذا برضو المعلم، والاسري و و و و واسمه ايه اللي كان بيطلع الشاويش، عطيه. لا في ناس كاركترز خلاص حبيتها عشقتها. انا سعد بجد عمل حاجات تانية، بس انا بجد انا حباه في الليمبي، وخاصه انه عامل حاجه مختلفه عن الافلام اللي عملها، يعني عامل حاجه بجد لذيذه، خالته قطاطا، وبتحكي للليمبي الطيوب الحكايات. فالموضوع جديد مختلف. انت دورك ايه بقى في الموضوع؟ انا واحده من العصور بقى، مش هحرق لكم العصر. بس انهي عصر؟ بس عصور قديمه مش جديده، في القديم هتلاقوا حاجات بقى فخامه كده وشياكه. احنا عاوزين الشياكه دي تعود عشان القبح اللي احنا بنشوفه في الشوارع الحقيقه، وديل بقى وحاجات. بس بجد الناس محتاجه بسمه بجد، يعني مع احترامي لكل الاعمال اللي هتقدم السنه دي. انا كان عندي مسلسلين مع مدينه الانتاج الاعلامي وقفوا، الموقف والعريس ال 13. بس لا في كلام لهاني رمزي، كل الاعمال المتوقفه بعد رمضان هصورها، ما انا هصور بعد رمضان، انا اوريدي ماضيه. بس انا كان المفروض يتصوروا الايام دي، يتعرضوا في رمضان. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الحمد لله على كل شيء. غدا انت كنت بتكلميني عن الايتام، وانت اشتغلتي الاطفال، عملتي مسرحيه للاطفال. تجربه الشغل مع الاطفال اللي احكي لنا عنها شويه. انا عملت حاجه اسمها صفروت وتاتا توت. توت تاتا اسمه تاتا، وكنت بعمل له توت الصبح بقى. كل يوم كنت بقدم حاجه للاطفال، كنت بعرض 9 الصبح على مسرح نجم، 9 الصبح لاطفال المدارس
يعني اكون 7 في الشارع عشان اكون 9 بعرض. والمدارس كانت بتيجي، كنت بعمل لهم مسج يعني درس تربوي بصوره استعراضيه غنائيه، اوصل لهم مسج كل يوم حاجه تربويه علشان نغرس قيم، عشان نقول اعملوا كده ما يصح. وبعدين ما ينفعش دلوقتي تكلمي طفل ايا كان عمره اني يا حبيبي ما تعملش كده، لا لا هيضحك عليكي اصلا، ده بيدخل على النت وبيعمل برامج. فانت تعمل له اكزامبل قدامه، يعني تعملي حدث قدامه وتقولي له رد الفعل بتاعه ايه، علشان دي نتيجه الغلط فيبقى الصح كده. انما تقولي له اعمل كده يا حبيبي، لا 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 بطل الكلام ده خلاص، شغل زمان بطل ده. لا لا بطل بطل. طيب اكيد وانت فنانه وجواكي حب للسينما، السينما هي سينما طبعا بدايتك سينما، واعمالك المهمه كمان في السينما واضحه. رايك ايه في اللي بيدور في الساحه في السينما اليومين دول؟ بص انا خلينا نتكلم صراحه، يعني انا مع عدم منع اي فيلم في دار العرض. يعني قرار المنع اللي خده رئيس الوزراء مع احترامي الشديد ليه، انا ضده. وانا مع جبهه حريه الفكر والابداع. ليه؟ انا ما شفتش الفيلم ولا السبكي اشتغلت معه قبل كده ولا هيفا صاحبتي، خلينا نقول من الاخر يعني. بس انا انت دلوقتي طلعت عملت ثوره بتقول احنا عايزين حريه فكر وابداع، الفن الحقيقي ما فيهوش تابوهات. طب نتفق مع بعض اتفاق، خلينا بس اكمل لك بس والنبي ما تنط في بقي كعدتك، الله يبارك لك. خلينا اكمل لك، ما اصل مش عايز نتكلم على الفيلم، انا مش عايز اتكلم على الفيلم، انا بتكلم على المبدا. المبدا السينمات دي مول بتعرض فيه البضاعه اللي انت عايزها، من الرديء اللي تحت الصفر لغايه اللي بياخد اوسكار. كويس. مش مفروض عليك في البيوت، لا بيتفرض على الأسرة ولا على الأطفال ولا على أي حد. أنت بتنزل من بيتك، بتركب عربيتك، بتروح تقطع تذكرة، بتروح تشتري فشار وبتدخل السينما. محدش بيفرضه عليك، فأنت لك أن تلفظه أو أن تقبله. مع احترامي لكل الفنون، أنا لفة مهرجانات العالم يا حازم، معلش أنا بشوف الأفلام اللي فيها إلحاد، اللي فيها الحاد، مش هقول لك يعني انا بايدها، بس بقول لك من الافلام اللي فيها الحاد بس شفتيها، لغايه الافلام شفتيها، لان انا اوريدي موجوده في المهرجان. لا لا في فرق، لا 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 انت خدتي بالك انا عايز اقول اتو اتو في فرق ان انا ابقى يعني مشاركه اتو دي في فرق ان انا ابقى مشاركه في مهرجان فمضطر اتفرج على افلام، وان في سينما بتعرض فيلم والافيش بتاعه باين بره مكتوب عليه للكبار فقط فوق 18. فوق 18 ده انت عقلك بقى شغال، قصه ولا مناظر؟ اي ما ده الشغل بتاعك، فانت لك ان تدخل او لا. انما تقول لي لا يتشال من اللي عشان الاسره، اسرتي مين قال للاسره تدخل؟ مين قال للاطفال يدخلوا؟ وانت فاكر الاطفال اللي مش هيدخلوا الفيلم ال 18 فوق ال 18 على موبايلاتهم، مش على النت، على موبايلاتهم، ما بيدخلوش على اي موقع عايزينه؟ وفي بتتكلم في ايه؟ بتتخلق في 2014 بالطريقه دي. انت بتتكلم في ايه؟ احنا في سنة 2014 مفيش حاجة اسمها اطفال، بقول لك قبل شوية. فتقول لي اشيل فيلم من السينما؟ لا، يتحط الفيلم الكويس والرديء والمبتذل والناس تقرر. الناس يا اما ما يجيبش ايرادات ويتشال عشان هو سيء، يا اما يجيب يحقق جماهيرية ويعمل ايرادات. الجمهور اللي قرر مش انا اللي قرر، يبقى انا عملت قمع عليك. في قانون، في رقابة، ما اقدرش اجي انا انط على كل دول واقول لا لا اسفه. تمام. دلوقتي في كمان لجنه شكلت والدستور اللي احنا نزلنا صوتنا عليه فوق 90% في ماده بتقول حريه الفكر والابداع. مش من حقك، لان في جهات تقدر تلجا لها عشان تشيل العمل ده بالمحكمه وبالرقابه. طيب اتكلم بقى عشان ما تقوليش ما تنطش في بقي. نط. لا مش عايز. ما اقدرش. بس هي وجهه نظر يعني. وجهه نظر اللي بتمنع وتعرض على النت او في يعني في قنوات ثانيه. النقطه المهمه بس انا يعني كنت بجد كاعلامي واخد قرار ان انا بعد كل التلفزيونات اللي قالوه على الفيلم مش عايز اجيب سيرته. انما النقطه اللي عايز اتوقف عندها هي جزئيه اللي بيدافع او يعني مع او ضد، وفي النص كده ما بين قوسين يقول لك بس انا ما شفتش الفيلم. ايوه انا لسه بقول لك حاجه دلوقتي، انا ما بدافعش عن الفيلم. الفكره يا حازم معلش خلينا بس
انا ما بدافعش عن الفيلم، انا بدافع على المبدا. دلوقتي ما دام انا دلوقتي قلت المبدا مرفوض بالنسبه للفنانين، فيلم الكبار فقط، لا شيله عشان الناس متضايقه منه. بعد شويه لا 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 الفيلم ده بيهاجم النادي الاهلي، شيله عشان انا النادي الاهلي بحبه. بعد شويه هيبقى خلاص. لا، في دستور، في ماده بتقول كده، في قانون، في رقابه. مفيش حاجه اسمها تعدي. احنا دلوقتي المفروض دوله قانون. ايوه، اقسم بالله ما شفت الفيلم ومش بدافع عن الفيلم، ماليش علاقه بالفيلم. اللي بقى بيضايقني وضايقني جدا في احدى القنوات الفضائيه، اني مذيعه ما شافتش الفيلم وجايبه الدكتور ازهري وجايبه مخرج الفيلم وطارق الشناوي الناقد السينمائي. طارق طبعا شاف الفيلم لان ده صميم شغله. وطارق ما شاء الله اختلفت معاه او اتفقت، ناقد محترف ومحايد، يعني بيناقد بموضوعيه، ده ناقد محترف ما نقدرش نختلف عليه. ومخرج الفيلم قاعد، فقعد الدكتور الازهري والمشاهد قال له حضرتك شفت الفيلم؟ قال له لا، قالوا لي في حاجه، انت جاي تناقش في ايه؟ لا، انت جاي تتناقش في ايه؟ شوف الفيلم عشان لما تتكلم على مشهد تبقى انت شايفه. المذيعه كذلك قالت انا مع المنع، انا كمان انا بايد المنع لان المشاهد. قال لها انت شفتي الفيلم؟ قالت له لا. قال لها طب بتتكلمي في ايه؟ فده اللي يضايق. انا دلوقتي لا بدافع ولا بهاجم. انت شفت الفيلم؟ هو ايا كان بقى، انا لا بدافع ولا بهاجم، ولا قلت مشهد ولا بتاع ولا قص ولا شباك ولا شيش. ما اتكلمتش. انا بتكلم على المبدا، المبدا والفكره. انما لو بتكلم على مشاهد واقول لك لا ما ينفعش ده، يبقى لازم اكون شفت الفيلم وحللته. تمام. هو الحقيقه ده اللي بيضايق في الموضوع. خلينا نفض الاختلاف ده ونقول انه يعني لا لا لا، على فكره اختلاف الراي نفس القضيه، لكن هو مبدا المنع في العصر ده فعلا مبدا يعني. وبعدين عايزه اقول لك حاجه، الفيلم نزل يوتيوب اول يوم نزل فيه يوتيوب حقق مشاهده 50,000 نزل. بالعكس احنا بنعمله دعايه مجانيه كده. اقسم بالله عايز اقول لك حاجه، ده لصالح الفيلم اللي انتوا بتعملوه. مش لا يعني عامه، مش انتوا، مش انتوا وجهه النظر دي. وعموما يعني اهو الفنانين بيدافعوا عن حقوقهم في انهم ما يتمنعش ليهم حاجه، وكل واحد مطالب ان هو بقى يدافع عن حقه في الحاله دي. فرعون حبيبتي، الشعب ده عنيد بطبعه، لما تيجي تمنعي حاجه منه بالعافيه هيتفرج عليها وهيشوفها من الباب الخلفي ومن تحت الترابيزه وهيعمل هو ايه. يبقى انت ما عملتيش حاجه. خلينا نقول ان احنا في زمن الحريات، واذا كان الدستور ده اتعمل بكتير من التضحيات يبقى لازم بقى نفعله. انا بشكر وجودك معانا، كنت ضيفه عزيزه وغالي علينا، ودايما معانا ان شاء الله في ساعه صباحك في كل برامجنا على القناه الثانيه. شكرا ليكم. هنخرج لفاصل وبعد كده هنرجع مع ضيفنا الكاتب الصحفي الاستاذ احمد البطريق، وحديث عن اهم المانشيتات واللي بيعرض في الصحافه المصريه النهارده ان شاء الله. We'll be right back.